أصدرت محكمة النقد في فرنسا قرارا أعلنت فيه تمتع القضاء المحلي بالاختصاص العالمي الذي يجيز له ملاحقة أجانب، ما يمهد الطريق للمضي في شكوتين مرفوعتين ضد سوريين متهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، كما يمهد الطريق لرفع مزيد من الشكاوى في فرنسا ضد مرتكبي الجرائم في سوريا والعديد من دول العالم. قبل عدة أيام أكدت محكمة النقد الفرنسية الاختصاص العالمي للقضاء في جرائم الحرب، والذي يسمح له بملاحقة الأجانب ومواصلة عمليات التحقيق في قضيتين تطولان السوريين عبد الحميد شعبان ومجدي نعمة المتهمين بارتكاب جرائم حرب في سوريا. هذا القرار يخفف القيود التي تعيق عمل الولاية القضائية العالمية في فرنسا. طبعا الشرط الأساسي الذي حدد هو شرط التجريم المزدوج، أصبح الوفاء به فقط يلزم أن تكون الجريمة المرتكبة هي جريمة يعاقب عليها القانون بغض النظر عن صفة الشخص مرتكب هذه الجريمة. طبعا هذا القرار اليوم سيفتح المجال أولا لاستمرار واستئناف المحاكمات الحاصلة لهذين الشخصين الموقوفين، والنقطة الثانية هي ستفتح الباب أمام الضحايا السوريين لتقديم شكاوى جديدة ضد مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في سوريا. قرار محكمة النقد مهم جدا بالنسبة إلى 160 قضية تعمل عليها حاليا دائرة الجرائم ضد الإنسانية، تشمل 30 منطقة جغرافية بينها سوريا وروسيا وأوكرانيا. يعني أكيد القرار محكمة النقد الفرنسية بشأن توسيع اختصاصها بما يتعلق بجرائم الحرب هو اختصاص نوعي، يعني من الأحداث القانونية الكتير مهمة، وأكيد صار في كتير فرص لسوريين أو ناس انتهكت حقوقهم بسوريا أنه يرفعوا المزيد من الدعاوي، ولكن الفكرة قد في سوريين بفرنسا. للأسف أغلب السوريين هنا ما بيقدروا يرفعوا الدعاوي لأنه هذا الشيء حيشكل خطر عليهم كونهم مقيمين بالداخل أو بدول الجوار. كمحامية متفائلة كخطبة قانونية، ولكن هذا مو كل شيء. يعني التغيير السياسي اللي بدنا إياه ما صار، الجرائم لازالت عم ترتكب، السوريين عم تنتهك حقوقهم، التطبيع عم بيزيد، فبدون خطوة سياسية جدية على صعيد المجتمع الدولي ما رح يصير التغيير اللي بدنا إياه. هذه القرارات تشكل فسحة أمل للضحايا السوريين الذين لجأوا إلى العدالة الفرنسية، ولكن في المقابل الولاية القضائية العالمية ما تزال مقيدة بعدة عقبات ستعقد مهمة القضاء في تطبيقها. إلى فقدع تلفزيون سوريا، باريس. حول هذا الموضوع رحب بالمعتصم الكيلاني مختص في القانون الدولي والجنائي معنا من باريس. أهلا بك معنا في هذه الحلقة. بداية سيد معتصم، لو تعرف لنا أكثر عن ما الذي يعني هذا الاختصاص العالمي بداية. طبعا تحياتي إليك ولجميع المستمعين. طبعا الولاية القضائية العالمية هي اختصاص منح من قبل القانون الجنائي بدول الاتحاد الأوروبي وبعض دول أمريكا الجنوبية التي أعطت لقانون الجنائي الدولي وقانون حقوق الإنسان السمو على القانون الجنائي المحلي، وبالتالي أصبح على عاتقها ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب ومكافحة جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية بناء على المسؤولية الأخلاقية لتلك الدول ولو كانت تلك الجرائم ارتكبت خارج إطار إقليمها. طبعا هنالك معايير عدة تختلف من دولة إلى أخرى، لكن بشكل عام الجرائم التي ترتكب خارج إطار الإقليم، لكن هذه الجرائم تصنف كجرائم دولية، جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، يتم ملاحقة مرتكبيها بناء على الاختصاص المحلي للدولة. وهذا يعني هذا القرار أو هذا القانون هل منتشر في جميع البلدان حاليا أم ماذا يعني؟ وسؤال آخر، هذا البند ألم يكن فعلا موجود أو هذا القانون في فرنسا؟ طبعا في نقطة كتير مهمة أنه كل دولة على حدة لديها
آلياتها الخاصة باستخدام الولاية القضائية العالمية. على سبيل المثال في عنا دولة ألمانيا الولاية القضائية العالمية اختصاصها موسع، تستطيع هنالك الكثير من الأدوات تستطيع من خلالها ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب، لا يوجد هنالك تعقيدات عديدة موجودة في الولاية القضائية العالمية في فرنسا عكس في ألمانيا عكس فرنسا التي هنالك الكثير من التعقيدات التي تمنع الولوج بشكل جيد لتطبيق الولاية القضائية العالمية وتجعلها أكثر مقيدة. وهذا قرار محكمة النقد اللي هو اليوم أعلى محكمة في القضاء الفرنسي يعتبر بداية لتفكيك القيود التي تقيد عمل الولاية القضائية العالمية، لأن الولاية القضائية العالمية بفرنسا مع كل أسف هي فقط صورة من دون أدوات مشلولة. اليوم بدأ تفكيك هي العقدة بأول قرار لمحكمة النقد الفرنسي. طيب لنتوسع أكثر في هذه النقطة، يعني كان بفرنسا هنالك تعقيدات كثيرة فيما يتعلق بهذا البند، وألمانيا تتحدث عن أنها هذا الاختصاص موسع، ما الذي يشمل هذا؟ ما الفرق بين يعني تعقيدات فرنسا وألمانيا التي تتوسع أكثر في هذا البند؟ اسمحي لي أول شيء بشكل سريع أحكي عن القانون اللي صدر بالعام 2010 في فرنسا والذي تم تعديله من قبل المشرع في العام 2019. كان هنالك أربع عقبات رئيسية لممارسة الولاية القضائية العالمية في فرنسا، والتي جعلت الولاية القضائية العالمية فقط اسمية من دون أي آلية للتطبيق، طبعا بالإضافة إلى الإقامة المعتادة للمشتبه به وللجريمة المزدوجة. طبعا الإقامة المعتادة أي أن المشتبه به يجب أن يكون مقيم في الأراضي الفرنسية، الجريمة المزدوجة يجب أن تكون الجريمة معاقب عليها في القانون الدولة الأصل التي ارتكب فيها الجريمة، وأيضا يعاقب عليها القانون الفرنسي. أيضا هنالك نص القانون وضع على احتكار الملاحقة القضائية من قبل مكتب المدعي العام، مما يحرم الضحايا من إمكانية رفع الدعاوي بشكل مباشر، فضلا عن التزام الممنوح لمكتب المدعي العام بفتح التحقيق من عدمه. كل هدول الشروط اللي وضعت بقانون 2010 وال2019 سمحت لمحامي الدفاع لشعبان ونعمة أنهم يقدموا طعون أمام محكمة الاستئناف ويتم إطلاق سراح على سبيل المثال شعبان، رغم أنه هو يعني طيب بداية يعني خلينا نتوسع أكثر عن هاي طبيعة هذه القضيتين المرفوعتين في فرنسا ضدها السوريين المتورطين بهذه الانتهاكات التي ارتكبوها في سوريا، وهل كان القانون بحاجة لتفعيل هذا البند حتى يلاحقهم؟ نقطة كثير مهمة أنه قرار محكمة النقد ليش مهم؟ لأنه شرط التجريم المزدوج يقتضيه القانون الفرنسي بشأن الولاية القضائية العالمية أصبح يتم الوفاء به بمجرد أن يعاقب التشريع الأجنبي في الدولة التي ارتكبت تم ارتكاب الجريمة فيها كأفعال معنية بغض النظر عن الصفة التي يتم تجريبها بموجبه. يعني على سبيل المثال لحتى أوضح هاي النقطة، اليوم في عنا مراسيم صدرت بسوريا تحمي عناصر الأمن العسكري وأمن الدولة من الملاحقة القضائية، وبالتالي كان سابقا قبل هذا قرار محكمة النقد كانوا هدول الأشخاص ينظر لهم أنه هن أشخاص موظفي دولة، يعني هدول الأشخاص بما أنه القانون في سوريا لا يجرمون لأنه حاعطيهم الحصانة أصبح يعطيهم الحصانة في فرنسا. اليوم المحكمة النقد الفرنسية عم تقول لك فقط مطلوب أنه هذا الفعل يتم تجريمه، أوكي لحن القتل التعذيب الإعدام الاحتجاز التعسفي هدول كلياتهم أفعال يعاقب أفعال معنية يعاقب عليها القانون في سوريا، وبالتالي أصبح يعاقب عليها القانون في فرنسا. هاي النقطة الجوهرية اليوم طبعا اللي فككت بعض التعقيدات. هذا ما بيعني على فكرة انه اليوم اللي اصبحت الولاية القضائية العالمية مثالية في فرنسا. هنالك برلمانيين فرنسيين كثر يعملون مع الجمعية الوطنية الفرنسية على تعديلات
للولاية القضائية العالمية، لأنه ما لازم تكون فرنسا أرض لمجرمي الحرب والمرتكبي جرائم الحرب. هي كانت أحد الأسباب الرئيسية لعدم محاكمة رفعت الأسد، أنه هنالك قيود عديدة تمنع الملاحقات القضائية. اليوم إذا بدأنا نفكك نقطة نقطة، أعتقد أنه قد نصل إلى المستوى التي وصلت إليه فرنسا في ألمانيا في قدرتها وسهولة ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب بدون وجود هي المعوقات الكثيرة التي تمنع الملاحقة القضائية. اليوم بمحاكمة على سبيل المثال عبد الحميد شعبان، هو كان عنصر بجهاز أمن الدولة. بشهر فبراير للعام 2019 تم اتهامه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وتم إحالة ملفه إلى غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف بباريس بشهر أغسطس للعام 2019. وهو هون قدم محامي الدفاع تبعه طعن بهي الإجراءات كلها، والسبب هو عدم اختصاص المحاكم الفرنسية وفقا لقانون الولاية القضائية العالمية الصادر بالعام 2010، عدم الاختصاص، وتم استئناف هذا الحكم اللي يؤكد اختصاص المحاكم الفرنسية طبعا هلأ بقرار محكمة النقد الفرنسية. أيضا محامي مجدي نعمة اعتبر محكمة النقد أنه شرط الإقامة الاعتيادية كان شرط واقعيا يخضع لتقدير المحاكم الابتدائية، وحددت مجموعة من الظروف لإقامة صلة كافية بين فرنسا والشخص الذي تم مقاضاته. واليوم كمان يعني القرارين هدول اللي صدروا هن الأساس تبعهم لح يعطي استئناف لمحاكمة هدول الشخصين، لكن أيضا هو يعطي المجال كسابقة قضائية، يفتح المجال لملاحقة مرتكبي جرائم حرب آخرين، وليس فقط على المستوى السوري، أيضا فتح المجال لدول أخرى وحدة جرائم الحرب لديها ملفات عديدة تخص ليبيا، كينيا، اليمن. اليوم أصبح الجميع يستطيع الاستفادة من تلك القرار الذي أعتقد أنه مهم لكن ليس كافي. يعني هذا القرار إذن يجيز ملاحقة الأجانب في أكثر من مكان. نعم، في فرنسا بالتحديد، لكن ما زال هنالك بعض الشروط المقيدة اللي بتقول مثلا على سبيل مثل ماذا المثال يعني؟ المشتبه فيه يجب أن يكون متواجدا على الأراضي الفرنسية، ونحن نعلم أن معظم المشتبه بهم اللي ارتكبوا هاي الجرائم هن مش موجودين على الأراضي الفرنسية، هن موجودين يعني كثر منهم ما زالوا على الأراضي السورية. أيضا موضوع أنه يكون صاحب القرار فقط في الملاحقة القضائية هو مكتب الإدعاء العام، يجب أن يكون قضاة التحقيق هم أصحاب هذا القرار. وأيضا موضوع الحرر في نقطة، كمان نقطة مهمة، أنه اليوم ما صار شرط كان سابقا لازم وجود رابط بين فرنسا وبين ارتكاب هذا بين هاي الجريمة بشكل عام. اليوم تم تفكيك هذا الشرط كمان، أصبح حتى السوري المقيم كضحية مقيم بفرنسا أصبح بإمكانه يقدم ملف الشكوى إلى مكتب الإدعاء العام، لكن بشرط وجود المشتبه فيه على الأراضي الفرنسية. وهل تتم العملية، عملية المحاكمة، آلية عمل هذا البند أو هذا القرار، هل هي يعني تتم بشكل سريع أم كيف يعني آلية العمل تطبيقه؟ هلأ بشكل عام التقاضي عن طريق استخدام الولاية القضائية العالمية يأخذ وقت طويل. يعني على سبيل المثال محاكمة أنور رسلان، وبدولة مثل ألمانيا اللي هو الولاية القضائية العالمية محررة من هي التعقيدات، أخذت المحاكمة بين تحقيق وقاضي تحقيق وتحويل الملف للمحكمة بشكل مباشر وبدء محاكمة علنية أخذت حدود أكثر من 3 سنوات. فاليوم لازم نحن يكون عندنا صبر، أنه التقاضي باستخدام الولاية القضائية العالمية يحتاج إلى الصبر ويحتاج إلى الوقت. طيب، انعكاسات أو تأثيرات هذا البند على توسيع ملاحقة المتورطين المقيمين في فرنسا على جرائم ارتكبوها في سوريا ما هي؟
اليوم يعني صار واضح أنه طالما المشتبه فيه موجود على الأراضي الفرنسية كان سابقاً محتاج أول شيء أدلة كتير لحتى تأثبت أنه هذا الشخص ارتكب هاي الجرائم الموجودة في سوريا. لازم يكون في رابط بين الضحية أو المشتبه فيه مع فرنسا بشكل مباشر، يعني على سبيل المثال لازم كان يكون معه جنسية فرنسية قبل حصول الانتهاك، يعني إذا حصل على الجنسية بعد حصول الانتهاك هذا يعني بيروح بالتقادم، ما في إمكانية أنه يقدم الشكوى. هي الخيوط كلها عم تتفكك. اليوم أنتوا ذكرتوا في نقطة في بالأخبار تبعكم أنه هولندا في عندها مشكلة اليوم أنه في مشتبه فيهم موجودين على الأراضي الهولندية ما عم تم محاكمتهم. ليش؟ لأنه كمان الولاية القضائية العالمية مقيدة. اليوم أي دولة أوروبية بتتخذ قرارات مرتبطة بموضوع المحاسبة وملاحقة مرتكبي جرائم الحرب، هذا كله بياخذ يعني أثره على جميع دول الاتحاد الأوروبي. ومثل ما بتلاحظوا دائما وقت بيكون في محاكمة بألمانيا مباشرة بيكون في رد فعل فرنسي، رد فعل بالسويد بطريقة إيجابية. اليوم طبعا وحدات جرائم الحرب بأوروبا كلها عم تتعاون في بموضوع ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب. اليوم لازم نحن نشجع مجتمع الضحايا السوريين الموجودين بدول الاتحاد الأوروبي، لأنه لولاهم ما بتصير ولا دعوة أنهم يقدموا شكاوي لوحدات جرائم الحرب ويتعاونوا معها من أجل ملاحقة أكبر عدد ممكن من مرتكبي جرائم الحرب، واللي أكيد رح يكون له تأثير كتير كبير على المستوى السياسي وعلى مستوى حتى التطبيع اليوم اللي عم نشوفه بالمنطقة العربية. طيب سيد معتصم، مراسلنا تحدث عن إلاف قداح، تحدث عن أن هذا القرار قرار محكمة النقد مهم جدا بالنسبة إلى 160 قضية تعمل عليها حاليا دائرة الجرائم ضد الإنسانية، وتشمل 30 منطقة جغرافية من بينها سوريا وروسيا وأوكرانيا. ما تفاصيل ذلك؟ طبعا اليوم برد لك، اليوم انك انت تقدمي الملف لمكتب الادعاء العام، المكتب الادعاء العام بياخذ هذا الملف، بس اذا شاف انه صلاحيه الاختصاص الولايه القضائيه العالميه لا تنطبق، هذا الملف بينعطى لوحده جرائم الحرب وما بصير في تحقيقات. لانه انت اليوم اذا على المستوى القانوني ما عندك شرعيه انك انت تلاحقي، فعمليه التحقيق يعني حتكون بلا جدوى. اليوم بهذا القرار بما أنه صار في سابقة قضائية لح يعطي الولوج والوصول لوحدة جرائم الحرب الفرنسية أنه ترجع تشوف هال 160 ملف المتعلقين بثلاث دول، وهنا أكثر من ثلاث دول صراحة، ترجع تشوفهم وترجع تبني تحقيقات فيهم وترجع تباشر العمل بملاحقة هدول الأشخاص وتبني الملف وتقدمه لقضاة التحقيق، من قضاة التحقيق إلى مكاتب الإدعاء العام لحتى يتخذ مكتب المدعي العام القرار بهذا الخصوص. نعم، شكرا جزيلا لك المعتصم الكيلاني مختص في القانون الدولي والجنائي، كنت معنا من باريس، شكرا جزيلا لك. أنا وإياك. سوريا الديمقراطية تجلي دفعة من الخرطوم إلى القامشلي، وأجنحة الشام تبتز الركاب بأجور النقل إلى دمشق. هذا ما سنناقشه في ملفنا التالي، ابقوا معنا.